حقيقة هذا المعرض ديال الاقتصاد الاجتماعي كينعقد كل سنة، احنا في الدورة السادسة هذا العام، وكل سنة كنلاحظوا تزايد ديال المشاركين، عدد المشاركين، تزايد ديال الإقبال ديال الناس اللي كيجيو يزوروا هذا المعرض ويشوفوا المنتوجات اللي كتنتجها هاد التعاونيات وهاد المؤسسات اللي كتشتغل في الاقتصاد الاجتماعي. الميزة ديال هاد السنة كذلك هي المشاركة ديال دولة السنغال ودولة كوت ديفوار اللي احتضنوا العارضين ديالهم والمنتوجات ديالهم، وكاين واحد الحركة واحد الديناميك ديال التعاون والإفراط والجهود الجهود اللي كيوقع في هاد المنصوب واللي اليوم كنتقدموها أرض الواقع من خلال هاد المعرض المشترك. عندنا تقريبا 400 مشارك مغربي وعندنا ما يلاه 120 مشارك من السنغال وكوت ديفوار، وهذا كيبرهن على الحيوية ديال هاد القطاع وعلى الأهمية ديال هاد القطاع، لأن القطاع اللي كيشتغل في عدة مهن من الصناعة التقليدية إلى الفلاحة إلى الصيد البحري إلى مجالات خدماتية كذلك متعددة. احنا فخورين اليوم ما شفناه اليوم خلال الأروقة اللي زرناها من مهارات من ثقافة اللي كتبرز من خلال هذه المنتوجات اللي كينتجوها هذه التعاونيات وهذه الجمعيات.